طال الزمن لابد يوما ننتصر، إلا وإن طال الزمن لابد يوما ننتصر. لابد يوما ستنكسر، ستنكسر كل القيود الظالمة. فلسطين أمانة، فلسطين أمانة، وتقبل
في طلب محاكمة وتوجج للإدارة 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 في طلب محاكمة رغم المنع رغم القمع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخلي فاتح ماي أمام مقرها بشعارات قوية وبعزم قوي. لاحظوا معي زحافل من السلطات تغلق الطريق المؤدية إلى المقر من جانبين. لاحظوا معي من هذا الجانب ثم من الجانب الآخر لكي لا تنضم الجماهير الشعبية إلى التظاهرة، علما أن هذا الحي يقطنه 60,000 ديال السكان، ومع ذلك تستمر التظاهرة ويستمر النضال ويستمر الكدشي المناضل. لاحظوا الآن تقدم السلطات نحو التظاهرة لتعلن ربما عن المنع. إنه فاتح ماي يا سادة، إنه عيد العمال يا سادة. نعم، ابتدأت المفاوضات مع الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يبدو أن هذا التقدم يلوح في أفق منع هذه التظاهرة العادية التي تتضامن مع العمال، تتضامن مع موظفين القطاعات. أمر عادي وبسيط جدا. ذريعة كورونا ترجعنا إلى الوراء، تضعنا في محك جديد. Ooh la!
لاحظوا انواع المخزن، انواع المخزن من جهه الحي. فوالا في الشارع العام ككل، رغم اننا امام مقر الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. كداشي وراسي مرفوع ومشي لامبيون، وكداشي وراسي مرفوع ومشي لامبيون، وكداشي وراسي مرفوع ومشي لامبيون. للأسف أننا الآن لاحظوا جحافل، لاحظوا جحافل المخزن، لاحظوا جحافل القوات. ها هي كتشوفوا فيها، كتشوفوا من هذا الشيء، كتشوفوا من هذا الشيء. نحن عندنا السلاح ولا ما عرفتش شنو عندنا. الشعار اللي اختاروناه تاع فاتح ماي لا للاستغلال الطرفيه، للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعيه. يا ملعون كذا شاف العيون، يا مخزن يا ملعون كذا شاف العيون، يا مخزن يا ملعون كذا شاف العيون. الان فعلا ان الدوله تستغل الطرفيه تاع كوفيد. واش ما كاينش كوفيد في الشارع العام؟ واش ما كاينش جماهير في الشارع العام؟ الناس في الاسواق، الناس في الشوارع. للاسف الشديد نمنع من حقنا في التعبير. يوم فاتح ماي، يوم الاممي، اليوم الاممي للعمال، نمنع بمبرر الضغطيه نهار التطبيع والتطبيع بالشارع العام. ما كانش كوفيد، ما كانش كوفيد، ولم يتم منع الوقفات. ويا مسؤول مالك مخناق، والاحتجاج حق مشروع. ويا مسؤول مالك مخناق، والاحتجاج حق مشروع. ويا مسؤول مالك مخناق، والاحتجاج حق مشروع. ويا مسؤول مالك. نحن غاضبون صامدون، القمع لا يرهبنا، القمع لا يرهبنا، وعلى الدرب نحن سائرون. القمع لا يرهبنا، والقمع لا يفنينا، جماهير الشعبية من الأراضي. القمع لا يرهبنا، والقتل لا يفنينا، توصلنا بالمنع أمس، توصلنا بالمنع أمس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، يعني إلى آخر اللحظة توصلنا بالمنع. وحنا كنا دافعين الطلب، منعنا في حقيقة الأمر على المكان اللي كنا مقررينه، منعنا من المسيرة. لكن أن نمنع باش نلقوا اللافتة فهذا يؤسف له. هذه دولة اللي كتقول لك دولة الحق ودولة القانون. أين هو الحق وأين هو القانون؟ من مسحوش في كوفيد، من مسحوش في كورونا. الدولة اليوم أشنو ولات كدير؟ الدولة اليوم ولات كتعطي المبررات نتاع كوفيد. بالله عليكم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الإدارة التربوية، حامل الشواهد وجميع الوقفات الاحتجاجية اللي كانت في الصعيد الوطني، تم قمعها بهذا المبرر، تم قمعها وعلى الاعتقالات بهذا المبرر. وهذه كلمة واحدة، وهذه دولة فاسدة، وهذه كلمة واحدة، وهذه دولة فاسدة، وهي كلمة واحدة، وهذه دولة فاسدة، وهي كلمة واحدة، وهذه دولة فاسدة. نقول لهذه الدولة وهذا المخزن بأننا نحن نطالب بحقوقنا فقط. لسنا نطالب، لا نطالب بأي شيء آخر. أساتذة المفروض عليهم التعاقد، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد كي طالبوا بالإدماج في الوظيفة العمومية من أجل مدرسة عمومية. واحتلتوا ما كان طالبوا بحقكم،
لان ملي كنقولوا المدرسه العموميه راه ولدك وولدي، واخا انت في المخزن وفي البوليس وهو الى غير ذلك. هاد الناس كيطالبوا بحق واحد، وهي بغينا مدرسه عموميه، بغينا مستشفى عمومي. لا نطالب وزيدونا في المدارس، وبركة من البوليس وزيدونا في المدارس، وبركة من البوليس وزيدونا في المدارس. نتمنى بأن غدا ومن غدا ما يكونش تقبيل وما تكونش البهرجة داخل الشارع العام، وهاد الناس اللي جاو من عونا أنهم يمنعوا حتى هادوك الناس. كيف قلت أن القمع إلا لاحظتوا فاستغلال هالطفية وملا القمع ولينا سنوات الجمر والرصاص، وفعلا ولينا سنوات الجمر والرصاص. العصا، الاعتقالات، المحاكمات، وحتى التوقيف من العمل تم استغلال كورونا كذلك باش التسريحات بالجملة داخل المصانع والمعامل. هاد الناس اللي راهم عندنا اليوم هنايا يمشيو للمعامل، كتستعد السلطات الان كتساعد باش تجي المنع الثاني، ومنعونا حتى من الكلمه. وانتم جايين للأسف ناس مناضلين امام مقر الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. حنا امام مقر، وهذا حق من حقوقنا واللي كيطلبوا لنا الدستور، ولا كنتوا ضد الدستور حاجه اخرى قولوها لنا باش حنا نشوفوا شنو نديروا. والجماهير شوفي مزيان حقوق الانسان، الجماهير شوفي مزيان حقوق الانسان، الجماهير شوفي مزيان. الوضع الاستثنائي اللي كاين وهذا الحصار، الكونفدراليه ضلت وفيه للنضالات الشخيله. كتشوفوا التعليم، كتشوفوا الصحه، كتشوفوا العدل، جماعات جميع القطاعات ودائما موجوده. اليوم كتشوفوا بان الدوله كتخلص الكونفدراليه على مواقفها. الكونفدراليه ما تعيطتش دابا قضى وطني التعليم، ما عيطوهاش للحوار. علاش ما عيطوهاش للحوار؟ لان قالوا لها ما تسانديش القطاعات والتنسيقيات، وإلا بغيتي هادي تبقاي. فداشي وراسي مرفوع وما مشينا مبيوع، فداشي وراسي مرفوع وما مشينا مبيوع. هل يعقل بأن النقابة الوطنية للتعليم هي الأكثر تمثيلية في القطاع وما تعيطلهاش للحوار، وكتعيط نقابات أخرى اللي حتى عارفين حتى كيفاش انها اكتسبت ديك التمثيليه؟ هذا عيب وهذا عار. وكتجي اليوم وكتقول لي ما خصكش تكون في الشارع العام. وإلا بغيت انا نكون في الشارع العام، قول للدوله، قول لها بان تتحاور معنا وتعطينا المكتسبات ديالنا. اذا الاخوان والاخوات كيقول تفضلوا هاد الجائحه، لاحظوا مازال كيزيدوا في المخزن، قوانين تكبيريه مازال كيزيدوا في المخزن، لاحظوا مزيان، لاحظوا يعني كاع المخزن نتاع التوريط راه غادي يجيبوهم من هنا، وكاننا منتظروا يفوتوا عدد المخزن قرب يفوت عدد المناضلين اللي دايرين الوقفه. لاحظوا كيسدوا الطريق، كيزيدوا كيقربوا شيئا فشيئا كيقربوا. لاحظوا على ما كيسدوا قمعوا هو القمع، ولا خير سوى القمع والاعتدال. ولا شفتوا بان الطريقه اللي تعاملت بها الدوله جهاز القمع بالرباط مع الاساتذه المتعاقدين وحامل الشواهد انها كانت مهينه لكرامة الإنسانية. موسيقية الوطنية، تحية نضالية، موسيقية الوطنية، تحية نضالية، موسيقية الوطنية، وتحية نضالية. تطبيق الحرية النقابية، وهذا من خلال طرد النقابيين
انك غير كتاسس شي مكتب داخل شي معمل الا وانك كتمطرد وكتعرفوا بان الدوله اللي كيجي واحد كيفتح معمل كتقول له بانها النقمه اللي خصك دير. اذن هذا الصعيد الوطني لان باش ما نكثروش مع الاخر الصعيد المحلي ولن تكون فيدرالية ديمقراطية للشغل المكتب الإقليمي كنعنوا التضامن ديالنا مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد وكذلك السكرتارية نتاع الإدارة التربوية والتي أبانت حتى هي على القدرة ديالها على حلخلة الوضع وجميع الاحتجاجات وجميع الفئات التي تحتج بين خارج السلام بين حامل الشواهد وإلى غير ذلك. كما لا يفوتني باش نعطيكم جوج الحوايج اللي عندنا الآن في مدينة التوريد وأتمنى بأن هاد الناس لهم كيشجلوا كيدونوا بأنهم يشجلوها ويشوفوها مزيان. الناس نتاع حراس الامن اللي تابعين المستوصفات ما كايناش التغطيه الصحيه لمده سنتين وحتى واحد ما قال ودي هذا عيب وهذا عار رغم المراسلات ورغم الى غير ذلك وحتى الاجره ديالهم رغم الهزاله ديالها انهم لحد الساعه راهم ما كيخلصوش ما خالصينش. اذن هاد الناس كان عليهم باش بدلا باش يجيو عندنا يحاصرونا يمشيو يحاصروا هاد الناس البطونه اللي راها كتقمع ولا كتنهب الخيرات تاع هاد البلاد. كذلك عندنا واحد المشكل داخل التجهيز. عندنا مناضلين وعندنا منخرطين ديالنا تما وللاسف ان النقطه العدديه ان السيد كان كيدير 19 ولكن الان كتعطالو 18 و17 وبدون مبرر. ولهذا الاخوان نحن مستعدون للدفاع المنخرط ديالنا في المكان. نادرنا رساله باسم المكتب الاقليمي هاد المشكل هذا وفي حاله ما تحلش المشكل غادي نعلنوا على وقفه امام المديريه نتاع التجهيز باش نرد الاعتبار للمنخرط ديالنا وكذلك ان اي منخرط ديالنا ان غادي ندافعوا علي الى اخر رمى. وكداشي وراسي مرفوع وكداشي وراسي مرفوع باش ما ننساش ان نفضل هاد الجائحه واستغلال الطفيه الدوله طبعت مع الكيان الصهيوني وكيف نعرفوا بأننا نحن المغاربة القضية الفلسطينية تجري في الدم لجميع المغاربة وبدون استثناء. ففلسطين هي قضيتنا هي بحالها بحال القضية الوطنية. فلسطين عربية صحة للرجعية كذلك مطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين سواء تاع حسيمة شرادة المعتقلين الصحفيين جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. الإخوان استغلال هالتربية تمرر الآن دابا راه مرر في قطاع التعليم. بالله عليكم البارح كانت 30 واليوم فاتح ماي. يمكن اعتقد ان رجال التعليم كلكم اللي مشيتو تديرو الماندا ديالكم لقيتوها اقتطاعات من الاجرة وهذا خطير. الاقتطاع من الاجرة في الوقيته اللي ما كاينش قانون. قلنا اقتطاع من الاجرة اعتبروه يوم عمل مزيان اسيدي مشيو معاك. ايوا اقتطاع من الاجرة ايوا النقطة اللي تحيدها لي باش ما نطقاش اشنو هو المبرر ديالها. النقطة شنو المبرر ديالها؟ لا مبرر. تحية نضالية عالية لجميع الإخوة
والاخوات الحاضره معنا اللي قلنا نعيطوا لي وقالوا لي هذه تريطوا ما داش الكلمه اللي كاينه وانما ارتجت الكلمه واستسميح اذا كانوا اخطاء واستسميح اذا كنت نسيت شي حاجه. كنحييو جميع القوى اللي حاضره معنا والجمعيات اللي حاضره معنا. غادي نعطيو كلمه تكون مختصره جدا للتنسيقيه مختصره جدا باش نوصلوا هذا الشكل حتى لا تحسب علينا باننا احنا ماشي مع القانون، احنا مع القانون عندما يسيد القانون. تحية نضالية عالية لكافة المناضلين والمناضلات، تحية نضالية عالية لكافة الإدارات المناضلة على أزهار الكونفدرالية الديمقراطية للشعوب التي نثمن دعوتها لنا لتحقيق هذا اليوم الأممي فاتح ماي، اليوم الذي يدافع عن الطبقة العاملة والتي نحن جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة باعتبارنا الشغيلة التعليمية القطاع الحيوي والمنتج بالمغرب. تحية نضالية عالية لكافة الشهداء وعلى رأسهم شهيد القضية عبد الله حجيري. وهاجينا مات مقتل والمغزل هو المسؤول. وهاجينا مات مقتل والمغزل هو المسؤول. وهاجينا مات مقتل والمغزل هو المسؤول. إيمانا منا بالوحدة النضالية على المستوى الميداني خلدنا دعوه جسدنا دعوه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل باقليم تاوريرت وجسدنا هذا اليوم الاممي رغم المنع الذي يطال جميع الاطارات جميع التنسيقيات وكما شاهدناه اليوم. فعلى مستوى الجهه الشرقيه تم منع التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد قمع رهيب بكلا المدن الناظور وجده وقرسيف. ندين بشدة هذا القمع الذي يطال جميع الإطارات وجميع التنسيقيات ونجدد دوما استمرارنا في المعركة وتشبثنا بمطالبنا العادلة والمشروعة وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم الذي ما هو إلا بيع المدرسة العمومية وتعميق الهشاشة في أسلاك الوظيفة العمومية. وحتى لا أطيل الكلمة وبشكل جد مقتطب أعلن مجددا تضامني مع جميع المتضررين بهذا البلد والطبقة العاملة والتي من جميع التعسف الذي يطالها من طرف هذا النطاق. وتحية نضالية عالية. يا نضالية تنسيقية الوطنية. شكرا تنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ونحن كذلك نعلن تضامننا المطلق معكم ونحن معكم لأنكم تدافعون عن المدرسة العمومية ككل. إدانة شعبية والسياسة القمعية. إدانة شعبية للسياسة القمعية. إدانة شعبية للسياسة القمعية. تحية نضالية مرة أخرى ونقولها بصوت عالي جدا. القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا. والآن شكرا لكم شكرا لكم. إذن الإخوان كي كتشوفوا أننا رحنا محاصرين وهذه تحسب على هذا الناس نتاع تاوريرت لأن الناس في مكناس الناس في طنجة في جميع المناطق خلدوا ذكرى فاتح ماي ونحن نحرم حتى من العيد. فتحية للجميع. ولا سيدنا على لبني.
النضال المستمر. لابد يا هو أن ننتصر لابد يا هو أن ننتصر وإن طال الزمن لابد يوما ننتصر وإن طال الزمن لابد يوما ننتصر لابد يوما ننتصر لابد يوما ننتصر.